بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة، السلام عليكم. نبدأ اليوم إحدى مراحل دراسة الجدوى، وهي المرحلة الثالثة، والتي تتعلق بالدراسة الفنية. فهذه الدراسة هامة جدا، لأنها مرتبطة بالدراسة التسويقية، وتخول لمعرفة ما إذا كان المشروع قابل للتنفيذ أو العكس أو العكس. فهذه الدراسة كما قلت تأخذ بعين الاعتبار الدراسات السابقة، ومنها ما يعطي قيمة للبيئة والجانب التسويقي والجانب القانوني. فهذه الدراسة تحدد كافة احتياجات المشروع الجديد، وهذه كافة يعني الاحتياجات اللازمة لإنشائه وتشغيله. وهذا يهم كل ما هو لازم لبعث المشروع من أراضي، من مباني، من معدات وهلم جرى. وبالتالي هذه الدراسة لها أهمية قصوى، حيث تمكن من تحديد المواقع البديلة للمشروع والاختيار للمكان الأنسب، لأخذ بعين الاعتبار نوعية المشروع وتأثيره على المحيط وعلى البيئة. كذلك هذه الدراسة تمكن من تحديد يعني حجم المشروع وما نسميه بالطاقة الإنتاجية للمشروع. سنرى كيف نحدد ذلك في الفقرة القادمة. ثم أن هذه الدراسة لها أهمية، لأنها تحدد كذلك مصادر الحصول على الاحتياجات اللازمة لتشغيل وبعث المشروع، وبالتالي ما يستلزم المشروع من قوائم يعني استيراد. فإن استوجب المشروع استيراد يعني معدات وآلات ويعني منتجات، فلابد من إعدادها اليوم. كذلك هذه الدراسة لها أهمية، لأنها تمكن باعث المشروع من يعني الابتعاد على المصاريف الكبيرة التي ربما تهم يعني عملية البحث ويعني الحصول على يعني التصنيع، ولكن تخول له إن أراد الحصول على حق التصنيع من شركة أم أخرى خارج البلد أو داخلها، أن يعني تخول له الحصول على ذلك الحق للتصنيع بأقل التكاليف. فهذه الدراسة يعني هامة يعني جدا، لأنها كذلك تخول من الابتعاد على بعض المشاكل. فمثلا في بعض المنشآت، بعض المؤسسات الكبرى، هناك خطوط إنتاج عدة، وهذه الدراسة تخول يعني من تجنب ظهور اختناقات في هذه الخطوط وعدم التناسق ما بينها وفي كل مراحل الإنتاج. وبالتالي تخول يعني إذا كان هناك وجود خطوط معطلة، وبالطبع لابد من تفاديها، وكذلك تمكنهم من تفادي تشغيل خطوط زائدة مما يكلف يعني الشركة يعني أكثر من طاقتها، ويعني ربما يؤديها إلى خسارة. كذلك هذه الدراسة الفنية تمكن من اختيار يعني الأسلوب الفني، وبالتالي تمكن من يعني تفادي يعني الأساليب الغير ملائمة. فيعني لما نتحدث على الأسلوب الفني نتحدث على التكنولوجيا، فالتكنولوجيا لابد أن تكون ملائمة للوضعية يعني الإنتاجية والبيئية ويعني خصائص الاقتصاد الذي تبعث فيه المنشأة. فإذا كان يعني المشروع
يندرج ضمن استراتيجية قومية، فلابد أن يأخذ بعين الاعتبار ما يتطلب الاقتصاد القومي، مثلا يعني عملية التشغيل. وبالتالي هذه الدراسة تخول يعني من الابتعاد على الأساليب الفنية يعني الغير ملائمة، وبالتالي يعني هذه الدراسة تخول يعني من الحصول على تكنولوجيات حديثة، وبالتالي يعني تخفض في التكاليف يعني للحصول على ذلك. لي يعني أخذ فكرة عامة حول يعني هذه الدراسة، فنعتبر أنها يعني تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاثة مكونات. الجزء الأول يهم اختيار حجم المشروع ودراسة الطاقة الإنتاجية له، ثم يعني العنصر الثاني يهم اختيار موقع المشروع وما له من أهمية، ولابد أن يأخذ بعين الاعتبار مواصفات المشروع وتأثيره على المحيط الاجتماعي والاقتصادي. ثم العنصر الثالث يهم اختيار الأساليب الإنتاجية الملائمة كما تحدثنا، وهي تهم التكنولوجيا واختيار التكنولوجيا الملائمة يعني لهذا المشروع. إذا نبدأ بالعنصر الأول وهو دراسة الطاقة الإنتاجية واختيار الحجم الملائم للمشروع. فيعني ندرس يعني ما هي هذه العوامل المؤثرة في اختيار حجم المشروع. فهناك عاملين أساسيين، وهو يعني حجم الموارد الاقتصادية المتاحة، لأن نعلم أن الموارد يعني عادة ما تكون نادرة، فلابد من توظيفها التوظيف المحكم. فإن وظفنا الموارد في مشروع فلا يمكن يعني توظيفه في مشروع بديل، وبالتالي لابد من يعني التوظيف المحكم. ثم كذلك يعني ما يحكم في العملية الإنتاجية هو حجم السوق يعني الفعلي يعني الحالي والمتوقع. فبالتالي يعني الدراسة التسويقية هي هامة جدا في الدراسة الفنية، لأنها تخول من معرفة المنافسة ومحددات الطلب ومواصفات المستهلكين، وتخول من التوقع لقدرة الاستيعاب للمنتوج في السوق المستقبلي. لذلك يعني لابد من يعني دراسة حجم السوق الفعلية والمتوقع. فلدراسة يعني هذا أو تحديد إذا أردتم يعني حجم أو الطاقة الإنتاجية للمشروع، فعادة نستعمل ما نسميه بأسلوب تحليل التعادل. فيعني نقطة التعادل هي عبارة تلك الكميات المنتجة التي تجعل أن المشروع ليس خاسرا وليس رابحا. وبالتالي نقطة التعادل هي يعني حجم المبيعات الذي يتعادل عنده الإيراد الكلي يعني التوتال ريسيبت مع التكاليف الكلية. فبالتالي إذا أردنا أن نبحث على يعني هذه النقطة، لدينا يعني دالة الإيرادات الكلية ودالة التكاليف الكلية أو قيمتها، فنضع يعني تساوي ونبحث على الكمية التي تمكن من هذا التعادل. ولكن لابد أن نذكر أن الإيراد الكلي ما هو إلا يعني حجم المبيعات عندما نضربه في السعر، والسعر عادة ما يحدده السوق، لأننا عادة ما نشتغل في سوق منافسة كامل. كذلك نذكر أن التكاليف الكلية هي مجموعة من التكاليف فيها ما هو ثابت، إذا التكاليف الثابتة مع التكاليف المتغيرة. وبالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التكاليف المتغيرة هي يعني تكلفة الوحدة مضروبة في الكمية المنتجة، فعندما نزيد عليها التكاليف الثابتة فنحصل على التكاليف الكلية. إذن أعيد يعني نقطة التعادل أو حجم التعادل هو عندما يتساوى التكلفة الكلية مع الإيراد الكلي للمشروع، والتكاليف الكلية هي مجموعة من التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. إذا أردنا أن نبحث بصفة يعني رياضية على حجم التعادل،
فنقسم التكاليف الثابتة على يعني الإيراد المتوسط والإيراد المتوسط عادة يعني ما يكون سعر بيع الوحدة. إذا بين قوسين، إما إذا أعطيك سعر البيع الوحدة فهذا يعني هو الإيراد المتوسط، فتطرح منه التكاليف المتوسطة المتغيرة، يعني تأخذ التكاليف المتغيرة وتقسمها على يعني كميات الإنتاج فتجد التكاليف المتوسطة المتغيرة. إذا تقسم التكاليف الثابتة يعني على الإيراد المتوسط وتطرح منه التكاليف المتوسطة المتغيرة. وبالطبع نذكر أن التكاليف المتوسطة المتغيرة كما قلت هي التكاليف المتغيرة الكلية مقسومة على عدد الوحدات أو على الإنتاج. كذلك يعني التكاليف المتغيرة بصفة عامة، وهذا يعني فسرناه منذ لحظة، فهي تلك التكاليف التي تتغير مع التغير في حجم الإنتاج. وبالطبع من أهم هذه العناصر التي تكون التكاليف المتغيرة هي الموارد التي لابد أن يشتريها المصنع للتشغيل، وكذلك أجور العمل. ثم أن التكاليف الثابتة هي تلك التكاليف التي يعني استثمرها المشروع في البداية ولا تتغير مع حجم الإنتاج، فيعني هذا يهم مثلا الإيجارات والمرتبات وإهلاك رأس المال، فكل هذه المصروفات تعتبر يعني تكاليف ثابتة. إذا حددنا هذا يعني حجم التعادل، وأرجع وأكرر أنه التكاليف الثابتة على الإيراد المتوسط ناقص التكاليف المتوسطة، وأما التكاليف المتوسطة عادة ما نقربها بسعر بيع الوحدة، فيمكن يعني بعد ذلك أن نحدد هذا الحجم للتعادل كنسبة من العديد من الأشياء. مثلا لو أردنا أن نحدد حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية الكلية، فعندئذ نقسم يعني حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية هو حجم التعادل الذي وجدناه نقسمه على الكمية المنتجة الكلية للمصنع ونضربه في المية. إذا نجد نسبة، سنرى مثالا وكيف نفسر تلك النتيجة. إذا أعيد، لما نبحث على نسبة يعني حجم التعادل من أي شيء مثلا من الطاقة الإنتاجية، فنقسم حجم التعادل على ذلك الشيء مثلا الطاقة الإنتاجية ونضربه في المية. ثم بعد ذلك يمكن أن نبحث على قيمة التعادل يعني على مستوى نقد، على مستوى نقد، فيعني ندخل الأسعار عوض أن نعقد العملية. يكفي أن الطالب يعرف أن قيمة التعادل هي التكاليف الثابتة على واحد ناقص تكلفة الوحدة المتغيرة، يعني الـ 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 يعني هذا اللي حددناه على سعر بيع الوحدة. إذا نعيد، قيمة التعادل النقدي لابد أن نفرق ما بين حجم التعادل اللي هو كميات، وقيمة التعادل بمعنى يعني فلوس يعني نقد. كما أشير، قيمة التعادل النقدي هي التكاليف الثابتة على يعني مقسومة على واحد ناقص تكلفة الوحدة المتغيرة على سعر بيع الوحدة. ونفس الشيء بما أن كان بالإمكان أن نحدد حجم التعادل كنسبة من حجم الإنتاج الكلي، يمكن أن نحدد كذلك يعني قيمة التعادل النقدي كنسبة من الطاقة الإنتاجية أو قيمة الإنتاج الكلي أو أردتم الإيراد الكلي. فيكفي أن نقسم هذه القيمة للتعادل النقدي على الطاقة الإنتاجية الكلية يعني الكميات مضروبة في السعر باش نلقى الإيراد الكلي، بمعنى هذا هو الإيراد الكلي، ونجد نسبة، وتلك النسبة تمثل نسبة قيمة التعادل النقدي كنسبة من الإيراد الكلي أو يعني قيمة الطاقة الإنتاجية الكلية. إذن لابد على الطالب أن يفرق ما بين حجم التعادل اللي هو كميات ويعني قيمة التعادل النقدي اللي هي يعني على شكل نقود. إذا أردنا أن نحوصل كل ما قلناه، فيمكن أن نعرض هذا يعني الرسم والذي يبين كيف نحدد نقطة التعادل أو حجم التعادل. إذا على يعني المتجه الأسي
أضع الكميات على المتجه الصادي، أضع يعني كل ما يهم التكاليف الكلية، الإيرادات الكلية وربما الأرباح، ويعني أرسم دوال خطية بالنسبة لي التكاليف الثابتة هنا بالأزرق، يعني هذه هي التكاليف الثابتة لا تتغير مع حجم يعني الإنتاج، ثم التكاليف المتغيرة يعني التكاليف المتغيرة لم نرسمها لهنا، ولكن يعني لما أضيف التكاليف المتغيرة للتكاليف الثابتة فأجد التكاليف الإجمالية، فالتكاليف الإجمالية يعني تبدأ من نقطة تقاطع التكاليف الثابتة مع المتجه الصادي هنا، لا تبدأ من صفر لأن هناك التكاليف المتغيرة التي تبدأ من صفر. وعندما نرسم يعني الإيرادات الكلية أو إجمالي الإيرادات، والإيرادات هي دالة في الكميات المنتجة، وبالتالي عندما لا أنتج يعني ليس هناك إنتاج، فالإيراد يكون صفر، لا أبيع شيئا لا أحصل على شيء، وبالتالي أرسم بالأصفر يعني هنا الإيراد الكلي. ونرى أن هنا في هذه النقطة ما نسميها بنقطة التعادل أو حجم التعادل، عندما يتعارض يعني منحنى يعني الإيراد الكلي مع منحنى التكاليف الكلية، بحيث أن قبل هذه النقطة هنا بالأحمر فتكون التكاليف بالأزرق أكبر من يعني الإيرادات الكلية بالأصفر، وما بينهما بالأحمر هو يمثل خسارة يعني المشروع في البداية بالطبع، لأن التكاليف الثابتة كبيرة ويعني الإيرادات في البداية لا تمكن من يعني تغطية في نفس الوقت التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، ثم بعد ذلك تتحسن الأمور وتصبح الإيرادات الكلية يعني تفوق التكاليف الكلية، وهنا بالأخضر يعني ربح المشروع، وبالتالي يعني نقطة التعادل يعني بريك إيفن بوينت، يعني نسموها بالإنجليزية بريك إيفن بوينت، فهي تمثل يعني نقطة حرجة تمكن من بعث المشروع، متى يكون خاسرا ومتى يكون رابحا، وبالتالي لابد من تحديد ذلك في البداية حتى يعرف نفسه يعني على يعني ما يقدم من مشروع، هل بإمكانه بعثه أم لا، وهل أن يعني ربما إذا كان طال الزمن ولم يحصل على نقطة التعادل فهذا يسبب خسائر كبيرة في البداية للمشروع، وبالتالي لابد أن ينتبه يعني بعث المشروع حتى يحصل على نقطة التعادل في أقرب وقت ممكن. إذن حتى نفهم هذا النموذج يعني الرياضي السهل فنأخذ مثال رقمي. إذن لو افترضنا أنه لدينا مشروع ويكون يعني معطياته البيانية على الشكل التالي، فهو يصنع منتوجا ويبيعه في السوق ب 25 وحدة نقدية مثلا الريال، وتكاليفه الثابتة نعرفها 100,000 وحدة نقدية مثلا الريال، ونعرف تكلفة الوحدة المتغيرة، بمعنى يعني التكاليف المتغيرة الكلية على الكميات المنتجة يعني الكلية، وبالتالي نعرف يعني تكلفة الوحدة المتغيرة اللي لها مثلا 15 وحدة نقدية مثلا ريال. فلو كذلك نعرف طاقة المشروع الكلية، بمعنى أعلم يعني عندما يشتغل المشروع عند أقصى حد له يمكن أن ينتج يعني 20,000 وحدة مثلا، لو افترضنا أن هذا المصنع يعني منتجه أقلام أو أي شيء آخر فهو يصنع 20,000 وحدة من هذه السلعة، فالمطلوب من هذا يعني من هذه البيانات هو أول شيء تحديد حجم التعادل، ولكن ليس فقط حجم التعادل، كنسبة من الطاقة الإنتاجية. إذن لابد من تحديد حجم التعادل في البداية، وبعد ذلك نحدد نسبة حجم التعادل من الطاقة الإنتاجية الكلية، ثم بعد ذلك نطلب أن يحدد يعني قيمة التعادل النقدي كنسبة من الطاقة الإنتاجية الكلية. إذن إذا أردنا أن نحدد
يعني حجم التعادل، نرجع إلى يعني القانون الذي لدي وهو التكاليف الثابتة على سعر بيع الوحدة اللي هو يعني يعني الإيراد المتوسط ناقص تكلفة الوحدة المتغير. إذن ماذا يساوي؟ عندي لدي التكاليف الثابتة هي 100,000، لدي السعر 25,000 وهي يعني الإيراد المتوسط، وتكلفة الوحدة المتغيرة هي 15. إذن 25 ناقص 15 هي 10، 100,000 على 10 يساوي يعني لهنا 10,000 وحدة، بمعنى أن حجم التعادل لهذا المشروع هو مثلا 10,000 قلم لو كان يصنع في القلم في الأقلام، لو كانت سيارات لكانت 10,000 سيارة وهذا مثلا. إذن عندما يعني أتحصل على حجم التعادل فأعلموا أن الشركة أو المنشأة أو المشروع لا يحقق لا خسارة ولا ربح، وبالتالي يعني يمكن أن أحدد هذا الحجم للتعادل الذي حددته 10,000، وأعلموا أن يعني الحجم الكلي الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع هي 20,000، وبالتالي إذا أردت أن أبحث عن حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية فأقسم يعني حجم التعادل على الطاقة الإنتاجية وأضربه في المية، إذن 10,000 على 20,000 في المية يساوي 50%. أي يعني هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ هذا اللي يهم، لأن الحسابات سهلة ولكن ماذا يهم؟ إذن هذا يعني أن نقطة التعادل للمشروع كنسبة من الطاقة الإنتاجية تتحقق عندما يشتغل المشروع ب 50% من طاقته الإنتاجية، وبالتالي يعني عندما يشتغل المشروع ب 50% فهو لا يحقق ربحا ولا خسارة، وذلك في الحالة متاعنا هو عندما يصنع 10,000 وحدة من 20,000. إذن لو صنع 10,000 وحدة ووحدة أو وحدتين وثلاثة فهو يدخل في الربح، وإنما عندما يعني يصنع 9,999 فهو يعني خاص، وبالتالي هذا الحجم التعادل ونسبته من الطاقة الإنتاجية الكلية يخول لنا يعني مدى يمكن استمرارية المشروع ومدى تحقيقه للأرباح بعد هذه نقطة التعادل. بالتالي في هذا يعني المثال فنقطة التعادل تتحقق عندما يشتغل المصنع أو المنشأة أو المشروع ب 50% من طاقته الإنتاجية، وبنفس يعني الطريقة كما حددت يعني حجم التعادل يمكن أن أحدد قيمته، قيمة حجم التعادل. إذا نرجع للفورمولا، فهي يعني التكاليف الثابتة مقسومة على واحد ويعني وناقص يعني واحد ناقص تكلفة الوحدة المتغيرة على سعر بيع الوحدة، يعني هذه تكلفة الوحدة المتغيرة وهذا سعر بيع الوحدة بمعنى الإيراد المتوسط. إذا لو نطبق هذه الفورمولا فنعرف أن التكاليف الثابتة هي 100,000، وواحد ناقص تكلفة الوحدة المتغيرة لدي 15، وسعر الوحدة يعني هو 25، فنرجع في نفس المقام 25 في الواحد يعني 25، 25 ناقص 15 10 على 25، نضربها في 100,000 يعني فنلقى يعني 250,000. إذن هذه عملية حسابية سهلة ما فيش حتى إشكال، يعني هنا نرجع في نفس المقام 25، ثم بعد ذلك يعني أقسم يعني على 10 وأضرب في 25 فأجد يعني 250,000 وحدة نقدية. انتبهنا لا نتحدث على قيم، وبالطبع يعني لو رجعنا شوف هنا يعني لو رجعنا لحجم يعني حجم التعادل، حجم التعادل يعني حددناه حجم التعادل هو 50% من الطاقة الإنتاجية وبالتالي 10,000، نضربه في يعني في السعر إذا يساوي 250,000،
فقط. إذن هذه قيمة التعادل وهي 50%، نفس الشيء هي 50% من قيمة التعادل النقدي كنسبة من الطاقة أو من قيمة الطاقة الإنتاجية، بمعنى من الإيراد من الإيرادات الكلية. وبالتالي لما نبحث على قيمة التعادل النقدي كنسبة من الإيراد الكلي أو قيمة الطاقة الإنتاجية الكلية، فنقسم قيمة التعادل النقدي اللي وجدته 250,000 على الطاقة الإنتاجية الكلية مضروب في السعر. إذن 250,000 على 25,000 مضروبة في 20,000 اللي هي الطاقة الإنتاجية الكلية، وكل ذلك مضروب في المية باش نلقى نسبة، وبالتالي لهنا نلقى 50%، يعني نفس النسبة. لماذا؟ لأن يعني هنا اعتبرنا أن السعر هو واحد، بمعنى أني أبيع الوحدة الأولى ب 25، الوحدة التي تليها ب 25 ريال، وهل المجر إلى آخر وحدة أبيعها ب 25 ريال. إذن الأسعار نفسها، وبالتالي إذا حددت نسبة يعني حجم التعادل من الحجم الكلي فهو نفس النسبة يعني لقيمة التعادل من القيمة الكلية. فهذا النسبة 50% تتأتى لأن الأسعار لم تتغير ونبيع نفس الوحدة. إذن هذا يعني أن المشروع يحقق تعادله عندما يتحصل يعني على 50% من إيراداته الكلية، وبالتالي عند ذلك لا يحقق المشروع لا ربح ولا خسارة، وبالتالي يعرف الباعة في المشروع متى يعني يمكن له الدخول على الربح والخروج من الخسارة. إذن يعني هذه العمليات هي سهلة، ولكن هي هامة وهامة جدا، لأنها تخول منذ البداية يعني من معرفة يعني الطاقة الإنتاجية، بمعرفة الطاقة الإنتاجية الكلية يمكن أن نحدد حجم التعادل، وبالتالي يمكن أن نحدد نسبة حجم التعادل من الطاقة الإنتاجية الكلية، ثم كذلك يمكن أن نحدد يعني قيمة التعادل وقيمة التعادل يعني على شكل نقدي، ويمكن تحديد قيمة التعادل كذلك كنسبة من الطاقة أو الإيراد الكلي أو يعني قيمة الطاقة الإنتاجية الكلية. إذن هذا الأسلوب هو هام وهام جدا، وهو يتأتى من برنامج المنتج الذي يبحث لتعظيم ربحه، لأن يعني التكاليف الكلية تساوي الإيرادات الكلية، ويعني نعرف أن الربح ما هو إلا الإيرادات الكلية ناقص التكاليف الكلية، ونعلم أنه إذا كانت المنشأة تشتغل في سوق منافسة كاملة فلابد أن تعادل تكلفتها الحدية مع إيراداتها الحدية والتي لابد أن تساوي السعر. إذن هذا يتأتى من برنامج تعظيم يعني الربح للمشروع. ثانيا، ثم العنصر الثاني هو العوامل المؤثرة في هذا الحجم أو في اختيار حجم المشروع أو ما نسميها بطاقاته الإنتاجية. فمن هذه العوامل هي كما قلنا حجم الموارد المتاحة، لأن الموارد عادة ما تكون نادرة وخاصة منها الموارد المالية، فإن وظفها يعني المستثمر في مشروع فلا يمكن له أن يوظفها في بديل آخر. ثم قلنا في السابق أن حجم السوق الفعلي والمتوقع هو هام وهام جدا، وبالتالي لابد أن تكون تلك الدراسة التسويقية مبنية على منهج علمي وأدوات علمية. فمثلا وهذا قلناه في السابق، فيعني إذا كانت هناك منافسة كاملة فعادة السوق لا تشكل يعني عامل مؤثر في اختيار حجم المشروع، لأن ليش؟ لأن الأسعار يعني محددة بالسوق، ونقول عادة أن المنتجين أو المستهلكين هم آخذين للسعر، they are price taker، هم آخذين للسعر، بالتالي يعني يحدد مشروعه على أساس المعلومات اللي عنده يعني في الوقت الحاضر
ما هو السعر، وبالطبع التوقع المستقبل، هل هناك منافسين جدد مش يدخلوا للسوق، هل ان يعني عدد المستهلكين سيبقى نفسه ام سيزيد، وهل مجرد اذا يعني حجم السوق الفعلي والمتوقع والمنافسه هامه وهامه جدا. وبالطبع اذا كانت حجم السوق يعني محدوده فان يعني عاده نلتجئ الى المشاريع الصغيره. لماذا؟ لانه عندما نلتجئ الى مشاريع كبرى ولا نجد يعني سوق يعني تستقطب تلك المنتجات فتحصل خساره كبرى لبعث المشروع، وبالتالي لابد ان نلتجئ الى يعني مصانع او منشات صغرى تكون تكاليفها اقل، وبالتالي لا ينعكس ذلك على يعني مردوديه المشروع واستمراره. العنصر الثالث هو يعني لما يكون عندنا قيود على حجم الطاقه، فيعني في بعض المشاريع او بعض المصانع بعض الصناعات فهناك حد ادنى لا يمكن ان نشتغل يعني تحته، بمعنى ان اذا كان يعني الحد الادنى هو مثلا 100,000 وحده، فاذا اشتغل المشروع باقل من 100,000 وحده سيكون خاسر، وهذا يهم عادة الصناعات الثقيلة يعني اللي تهم المناجم وتهم يعني صناعات الفولاذ اللي يسموها الميتالورجية، ويعني يعني كل ما يهم يعني الصناعات الثقيلة. فمثلا الصناعات المنجمية لو يعني بلدا ما مثلا المملكة يعني تكتشف هناك حقل يعني نفط قريب من الرياض، ويعني تكلف شركة تنقيب لتحديد الكميات الموجودة فيه، فلو مثلا تجد مثلا يعني 1,000,000 برميل، وحسب الدراسات تبين أن 1,000,000 برميل غير كافي لمردودية المشروع، فلا تبعث المشروع، وبالتالي هناك حد أدنى يعني حسب الدراسات اللي حسب المشاريع وحسب طبع يعني القطاع تبين أنه إذا مثلا هناك حقل نفطي لا ليس فيه أكثر من مثلا من 2,000,000 يعني برميل فلا نبعثه فيصبح خاص مثلا يعني، وبالتالي لا يعني هذه قيود فنية يمكن أن تأثر على بعث المشروع. إذا قلنا يعني هناك ثلاثة محاور، إذا في البداية وتحديد الطاقة الإنتاجية وهذه الأساليب التي استعملت. ثانيا اختيار يعني الأساليب الإنتاجية الملائمة، وبالطبع لهنا لما يكون عندنا مشروع فلدينا العديد من الاختيارات ما بين يعني الأساليب الإنتاجية وما نسميه يعني عادة التكنولوجيا. فالتكنولوجيا ما هي؟ هي عملية إدماج عناصر الإنتاج للحصول على منتوج نهائي، وبالتالي لابد أن نختار التكنولوجيا المناسبة. فإذا كان في البلد هناك بطالة عالية فبالتالي لابد أن نختار تكنولوجيا توظف الكثير من اليد العاملة، وبالتالي يعني هذا يحل مشكلة وطنية. كذلك إذا أردنا أن نختار تكنولوجيا حديثة فلابد أن تشغل يعني عملاء ماهرة ويكونوا خريجي المدارس العليا. كذلك يعني هذا يهم تحديد الطاقة الإنتاجية لكل بديل باش نعرف نفسي هل أن المشروع اللي اخترته هو الأفضل أم لا. كذلك لابد من معرفة وتحديد يعني التكاليف بتاع التركيب والتشغيل حتى يصبح المشروع يعني جاهز ودخل حيز الإنتاج. كذلك لما نبعث مشروع فلابد من معرفة لا فقط يعني عمر المشروع، ولكن لابد أن أعرف كذلك عمر المشاريع البديلة. لماذا؟ لأنه عادة ما نحبذ المشاريع التي تكون لها مردودية كبيرة في أقصر وقت، وسنرى أن من المعايير التي تخول اختيار المشروع الأمثل هو ما نسميه بفترة الاسترداد، وهي الفترة اللازمة لاسترجاع المصاريف. كذلك يعني لما نختار مشروع فلابد أن يعني
نوفر ما هو لازم من قوى عاملة وقوى محركة وكل ما هو لازم لتشغيل الآلات والمعدات للدخول في العملية الإنتاجية. كذلك لابد من يعني معرفة وتحديد مستوى جودة المنتج في نطاق استخدام كل يعني أي بديل، باش نعرف نفسي يعني أي منافسة سأواجهه، وهل سأتمكن من يعني السيطرة على منافسية في السوق. كذلك يعني قلنا سابقا أن توفير يعني القطاع الغيار هي هامة لمستقبل المشروع. لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك تعطل في تزويد بقطاع الغيار فيمكن للمشروع أن يتعطل في مرحلة يعني تكون يعني هامة من إنتاجه، وبالتالي لابد على الدراسة الفنية أن تحدد ذلك منذ اليوم. كذلك يعني كما قلت وأعيد وأكرر يعني لابد أن هذه الدراسة تمكن من توفر الطاقة وأنواعها، درجة الأمان في التشغيل، وبالطبع يعني نختار الأسلوب الإنتاجي يعني الملائم. فيعني هذا يتطلب معرفة من صاحب دارس المشروع ما هي التكنولوجيات التي تخول الاستثمار فيه، وهذا يتطلب بالطبع تحديد تفصيلي للسلع التي نريد إنتاجها، وكذلك يعني تحديد التجهيزات والمستلزمات وكل المتطلبات لكل مرحلة الإنتاج. وبالطبع هذا يتطلب نوع الآلات وعددها ووسائل النقل ونوع المواد الخام التي يعني يستلزمها المشروع. فإن كانت مثلا المادة الأساسية لدي هي حديد، فلابد أن يعني يكون دراستي على السوق المتوقعة يعني في هذا المجال يعني دقيقة ودقيقة جدا. لماذا؟ لأنه عندما ينفذ يعني المخزون من هذه المادة فلا يمكن للمشروع أن يشتغل. العنصر ربما ثالث نقطة في هذا المجال هو تقدير احتياجات المشروع من القوى العاملة، لأن يعني لما نبعث مشروع في البداية أحتاج مثلا يعني أخصائيين في البناء، ثم بعد ذلك أحتاج أخصائيين في تنصيب الآلات والمعدات، ثم بعد ذلك أحتاج يعني يد عاملة ومهندسين في العملية الإنتاجية يعني اللي تخص المنتوج بتاعي، وبالتالي لابد من تحديد ذلك في الدراسة الفنية. كذلك لابد من يعني معرفة كل ما يحتاجه المشروع يعني من الوظائف اللازمة في الإدارة وهالمجال. وبالطبع لما نبعث المشروع فالحجم بتاعه هو هام، وبالتالي الحصول على الأرض هي شيء يعني باهظ وهام جدا، وبالتالي لابد أن هذه الدراسة تخول من تحديد المساحة المطلوبة للمشروع حتى لا نبعث مشروع يعني أقل من طاقته الإنتاجية أو العكس بالعكس. وبالطبع يعني العنصر الثالث والذي أدرجناه في البداية هو يعني اختيار موقع المشروع. لماذا هذا العنصر هو على حدة؟ لأننا نعلم أن بعض الصناعات لا تحترم البيئة مثلا، فيمكن للدولة أن تمنع يعني باعث المشروع أن ينتصب في مكان معين. فبالتالي يعني اختيار موقع المشروع هو يعني شيء استراتيجي في البداية. فهذا الدراسة الفنية تخول لك يعني باش تفهم الخصائص يعني الطبيعية والفنية للمنطقة، وبالتالي هذا يخول لك أنك تبعث المشروع أم لا. وربما هذا يعني يهم أساسا يعني المشاريع الفلاحية،
التربة والمناخ لها علاقة يعني هامة بالإنتاجية والمنتوج. وبالتالي إذا كان مش نبعث مشروع لزراعة القمح فلا أنتصب في الصحراء، أنتصب في مكان تكون فيه التربة. والحصول على الأرض ويعني الموقع هو مكلف وهام جدا. إذن كلفة الحصول على الأرض هي هامة ولابد من تحديدها في الدراسة الفنية. ثم كذلك لابد يعني أن نعرف في البداية، لذلك يعني قدمنا ما هي الدراسة القانونية، فلابد على بعث المشروع أن يعيد القوانين يعني الاستثمارية السائدة في البلد حتى يتفادى كل القيود التي تضعها الدولة، وأن يذهب في نطاق أو في مجال تجعل الدولة يعني تسهيلات عليه. فيعني معرفة قوانين الاستثمار والتسهيلات التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين هو هام وهام جدا، ولابد من يعني أخذه بالاعتبار عندما نقوم بالدراسة الفنية. ثم بالطبع يعني كل ما يهم البنية التحتية من توفير الوقود والقوى المحركة والمياه، فهذا بالطبع هام جدا لأنه يقلل من التكاليف ويعظم في إيرادات الشركة أو المشروع. وبالطبع هذا نقوم به في البداية يعني في الدراسة الفنية، فإن كان المكان غير مزود ببعض القوى فلابد أن نحتسب التكاليف اللازمة لتزويد المصنع بهذه الأشياء مثل الوقود ويعني الاتصالات والإنترنت وهلما جرى. وبالطبع لما يعني ننتج فالغاية هو أن نبيع ونشتري ما يستلزمه الإنتاج. فبالتالي يعني قرب المشروع من المواقع الأساسية للحصول على مستلزمات يعني المشروع وكذلك بيع المنتوج في السوق، فلابد أن تكون هذا يعني مدروس بصفة جيدة. فيعني القرب من يعني الطرق الرئيسية وأماكن النقل وربما في بعض الأحيان يعني السكك الحديدية، فهذا لازم وهذا يخول اجتناب يعني العديد من التكاليف. إذن بعجالة وخلاصة القول هو أن دراسة الجدوى الفنية هي هامة جدا لأنها تخول من اختيار موقع المشروع، من تحديد تكاليفه، ثم بعد ذلك يعني تحديد الطاقة الإنتاجية، وهذا هام وهام جدا. وما إلا طريقة أسلوب حجم التعادل إلا يعني طريقة مثلى تمكن بعث المشروع من معرفة متى يمكن الدخول على الربح والخروج من الخسارة. شكرا على استماعكم، وسأحاول أن أبعث إليكم كل هذه المستندات التي يمكن لكم أن ترتكزوا عليها لإحضار يعني الاختبار. إذن سأبعث إليكم كل ما قلناه إلى الفصل الرابع، ثم بعد ذلك أبعث إليكم يعني كل ما يهم الفصول الأخرى. شكرا على الاستماع وإلى الأسبوع القادم.